الحضارة المصرية القديمة هي حضارة سلامة القلب، حسن الخلق وعمل الخير. لما بحث المصري القديم في أصل لغته، قال مستحيل إنها تكون اختراع من اختراع البشر. أنا رمسيس الثالث، لقد طردت من جاء من بلاده غازياً، وقتلت المعتدين من شعوب البحر الطامعة، وجئت بهم أسرى إلى مصر. ونفذ رمسيس الثالث وعده إن اللي هيعتدي على أرض مصر هيقطع له إيده. معظم أسماء الملوك مرتبطة بأسماء المقدسات، كانوا بيتباركوا بيها، واتولد معاها أشهر ملك من ملوك مصر القديمة، اتولد توت عنخ آمون. منذ بداية التاريخ والمصر القديم بتكلم نفس اللغة وعاش على نفس الأرض اللي احنا عايشين عليها. كل علامة من علامات الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن مدد إلهي بالنسبة لأجدادنا. لغتنا القديمة مع هدى عبد العزيز، الخميس 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.